ايه ده؟ خضتني في ايه يا عماد؟ عايز اتكلم معاك شويه. تتكلم معايا في ايه؟ ما انا قلت لك بلاش تهور. افرض مثلا دلوقتي عابد في الاوتيل وهيدخل ساونا وبعدها جاكوزي. عابد كلمني وقال لي امشي من الفرح واروح له عشان لازم نروح دلوقتي العين السخنه. انا مش فاهمه انت جاي ليه دلوقتي. عابد اول ما شافني في الاوتيل قال لي روح. قلت له روح ليه يا باشا؟ عادها لي تاني. قال لي روح، بركات الست غزل وجوازتها. عند حضرتك معلومات؟ لا ما قاليش اي حاجه. بس انا مش عايزاك تقلق خالص، صدقني انا مش هتخلى عنك ابدا. لو حسيت يعني انه عنده نيه انه يمشيك انا هقوله يخليك زي ما انت. انا واخد على دماغي لما قايل يا بس انا ما عنديش حاجه تاني اخسرها. انا مش هقدر استحمل الوضع ده اكتر من كده. دبري لي اي فلوس من عابد، انت مش وعدتيني بكده. حاضر، بس اديني فرصه بس لحد ما نعلن جوازنا. انا هحاول استغل سفريه السخنه دي واجبره انه يعلن جوازنا، وساعتها هتشوف انا هعمل ايه. هو لو عابد مثلا يعني ربنا خده هتتجوزيني؟ اولا بعد الشر ده جوزي، ثانيا اكيد هعمل كده. رهيبة انت يا نادين. رهيبة ولا رهيبة ولا حاجة، كل الحكاية ان انا عملية وحقيقية زيادة عن اللزوم، حاجة كده انت ما تفهمهاش يا عماد. ممكن بقى تسيبني امشي واروح لعابد وسيب كل حاجة لوقتها، وصدقني مش هتندم ابدا. بس انت وحشتيني عماد. ممكن تسيبني امشي من فضلك؟ حاضر حاضر حاضر، هسيب حضرتك تمشي انا هي الاثنين. حاضر، اتفضلي روحي السخنه، فسحي، اتبسطي، عيش حياتك. تمام تمام. غزل ثانية واحدة. نقعد العمر كله بقى في الثانية دي. طب ورحمة النبي ميس ايجيبت مش قلتلك؟ مالك بس في ايه؟ مالك؟ خديوي. نعم. انا خايفة. خايفة مني؟ اقسم بالله انا مقلقة منك موت. تعالي بس رايحة فين بس؟ تعالي رايحة فين؟ هزوغي مني فين؟ تعالي. مزوغ زي ابراهيم الجرد مزاغ منك. بس جبته في الاخر زي ما جبتك يا وحش الكون. طيب انا عايزه اقول لك حاجه. قولي. انت وعدتني قبل كتب الكتاب ان انت تشتغل شغلانه حلال ومفيش حاجه تعرضنا للخطر. وده وقته يا غزل، ده وقته. طمني، انا عاوز اقول لك ان انا ما بشتغلش في حاجه حرام، ما باجيش على حد الا لو يستاهل ان انا اجي عليه، ومع ذلك هعمل لك اللي انت عاوزاه. انا معايا كام قرش كده وماسك فلوس حلوه هشغلهم في التجاره وهنفذ اللي وعدتك بيه. عارف ان انا بحبك. طيب في حاجة تانية، آخر حاجة. أوامر. ممكن نمشي من الأوتيل ده، أنا بتشائم من الأوتيلات. هو مش البيت خلص؟ البيت خلص وجاهز. ماشي، تحت أمرك. إيه ده بسرعة كده؟ أي حاجة أنت عاوزاها أنا هعملها لك، بس هعدي البيت الأول أجيب هدومي.